السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوتي كم يجي عندك؟ عندي 3 أطفال. مدارس كلهم؟ نعم. ما عندك واحد معوض مريض؟ لا الحمد لله. عندك شو كنت توفى أبوه؟ سنة 2016. شو سوى وفاته؟ والله مشاجرة من قتل. زين أنت سالم شنو البيت؟ ملوك إيجار؟ هذا يعني ملك عفو يعني مجاني خيري. خير طاجية. نعم سادة. قدي أولاد كلهم مدارس؟ نعم هذا الصغير توه مدرسة يعني سجلته أول. زين أنت ما عندك فالشغلة فتشتغلين بالبيت يعني أنت راتب راعي عندك؟ أي عندي. ايش قد تستلمين كل شهر؟ 324. زين أنت ما عندك فالشغلة بالبيت الخياطة فالشيء؟ زين العدد هذا مصر بالمدارس وهذا من يعني تكفيك راتب الراعي؟ والله ما يكفي. بعدين كذا أقول لك يكفي؟ لا شلون؟ والله هاي بعد الناس ويعرفنا والهاي. زين شو المحتاجة؟ والله حاليا انا اللي محتاجتهن يعني طلبتهن يعني طلب والله ما حصلت اللي هن ردت لي والله مبرده وردت لي ثلاجه يعني بالدرجه الاولى ضروريه يعني لان انا جايه اطلع الاكل العفو خايس من هاي الثلاجه. اي والله كلش تعبانه يعني. زين وطباخ يشتغل؟ طباخ هم تعبان شفته يعني شوف يعني الوضعيه مالته. اي والله ان شاء الله الخير ما يقصرون. الله يخليكم خليهم ان شاء الله. هاي ابو فاطمه من يجي على المساعده؟ نعم. تجيبين انت تنفذي المساعده. الله يعطيك العافيه ان شاء الله.